السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم إن شاء الله عن المبحث الثالث الحسابات الختمية والميزانية النعمية نتكلم عن المتاجر المجزأ إن شاء الله، هنتكلم عن أرباح وخسائر مجزأ حكينا عليه قبل هيك بس هتيجي حاجة جديدة عن أرباح وخسائر عام، معنى أرباح وخسائر عام يعني للشركة ككل يعني لجميع لجميع الأقسام هذا أرباح خسائر للشركة ككل، هناخد مثال نتكلم عن الميزانية العمومية. ما يخص بضعة آخر مدة زي كل مرة بنحكي عنها هنتكلم إن شاء الله عن مثال رقم 11 صفحة 42 بقول لك في ميل البنات المستخرجة من شركة الأهرام للقسم لام وميم عن في السنة المنتهية في 2010 حسبت بضعة أول مدة مشتريات مبيعات خصم مسموح به تحولات من لام إلى ميم من لام إلى ميم يعني لام أعطى ميم لام أعطى ميم يقبل لام نقص ميم زاد ميم أصبح مدين لام أصبح دان بدأت أخر مدة رواتب هنا ظهر جديد رواتب مباشرة وأجار مباشر هذا ظهر جديد هذا يا جماعة بروح أرباح وخسائر مجزأ لأنه مصاريف رواتب مباشرة وإيجار مباشر إذا علمت أن المصروفات القابلة للتوزيع هذه دائما المصروفات القابلة ما اسمه مصروفات يعني بروح أرباح وخسائر مئة دينار أرباح خسائر مصروفات بروح أرباح خسائر بس هنا بدروح أرباح خسائر مجزأ قابل التوزيع يعني مجزأ مئة دينار مصروفات عمومية موزعة بدين. هذا التمرين بدنا نوزعها لمين؟ للقسمين ميم آسف لام وميم لام وميم يعني لام بدي ياخذ حصتين وميم بدي ياخذ ثلاث حصص على التوالي تمام؟ وعندك مصاريف إهلاك أصول ثابتة موزع بين بردك القسمين لام وميم لام بدي اخد ثلاثة وميم بدي اخد خمسة طبعا هنا كيف نوزع ثمانية نقول ضرب تمام اتنين على قديش مجموعة اتنين, اتنين زائد تلاتة دول حص اتنين زائد تلاتة خمس اتنين على خمس هذا اللام يبقى لام آه. لام زي هيك تمن تمن تلاف ضرب تمام اتنين على خمسة بعدين تمن تلاف ضرب تلاتة على خمسة هذا لام وهذا ميم تمام يبقى إيه انا بطلع تقريبا تلات تلاف انا بطلع اربعة آلاف وخمسمية تقريبا المهم لو هو تمن تلاف ضرب تمنتلاف ضرب اثنين على مجموح خمسه وهنا تمنتلاف ضرب تلاته على مجموح خمسه وزيك تمنتلاف ضرب تلاته على تمانية تلاته زائد خمسه وبعدين وبعدين تمنتلاف ضرب خمسه على تمانية ل لا ليم لام ل بلام ل لام ل ضرب ثلاثة على ثمانية مجموعة اثنين وميم ثمانية آلاف ضرب خمسة على ثمانية مجموعة اثنين تمام هذا طبعا بالنسبة للتوزيع مصروفات غير قابل للتوزيع هدول بروحهم على ارباح وخسائر عامها زي ما هن بتقسم ولا هتعمل فين حاجة هنا ارباح وخسائر مجزأ للجزء للجزء للقسم للاقسام اثنين ميم ولام هنا لا هنا للعام لارباح خسائر العام لكل الشركة التحويلات تتم تحويل بضاعة من لام إلى ميم يعني ميم اللي بياخد ولام بيعطي بسعر تقدير تا زائد خمسين في المية شرحناه في المحاضرة اللي فاتت مخصص أربعة غير محققة أول مدة قديش ألفين وأربعمية هذا قديم هذا يسمى قديم تمام طب بضاعة آخر مدة في القسم المحول ميم تتكون بضاعة آخر مدة في المخازن عند ميم ايش تتكون؟ تتكون من 800 دينار اشتراها بالتكلفة و2400 محول محول له بضاعة محولة محولة من لام حولوا له 2400 هي هذا اللي عليها تمام المطلوب تصوير حساب مجزأ أربع خسائر متاجرة مجزأ أربع خسائر مجزأ ربح خسائر عام للشركة ككل وبيان بضاعة آخر مدة في الميزانية الحل هاي بالنسبة لمتاجرة مجزة زي ما تعودنا بضعة أول مدة اقبلها بضعة آخر مدة مشتريات مبيعات وبعدين التحويل تحويل قسمين هاي بضعة أول مدة من المثال خد أرقام جيب زي ما هنا حطهم في من من المثال حطهم في الحل هاي بضاعة أول مدة هاي بضاعة آخر مدة في المثال مشتريات مبيعات زي ما في المثال التحويل التحويل من مين لمين التحويل من ميم من لام الى ميم ها من لام هاي لام اعطى نقص هاي دان هذا الجنب هذا دان من هنا هيك دان هاي الى من ونحط قبلها طبعا 8000 في لام من اللي اخذ ميم هاي ال 8000 مدين ها زاد فهو مدين 8000 هيقبل ميم نجمع هذا مع هذا هذا اكيد اكبر من هذا ها هذا اكبر ستة وتسعين ستة وتسعين ناقص هدول بطلع تلاتين الف هاي الف وهنا نجمع هذا وهذا هذا اكبر مية عشر الف مية الف مية ناقص هدول بطلع تمانية الف اذا مجمل الربح حيه لا ميم ولا لام. ميم ولام اللي هو تلاتين وتمانية واربعين بروح أرباح وخسائر مجزة هاي شوفوا هاي يقبل بعض هاي شوفوا هاي بروح هيك هي هي ميم ولام ميم ولام أرباح وخسائر مجمل ربح من وين جاي اكتبوا من حساب المطاج عشان تعرفوا تمام هنا الآن نحط المصاريف طبعا هنا دائما الإيرادات والمصاريف هنا المصاريف هاي الرواتب هاي ستة الاف اربعمية واربعة الاف اسف ستة الاف واربعمية واربعة الاف صحيح اللي هو هاي هاي اللي قص هاي هاي الرواتب هاي الرواتب هاي اسف هاي الرواتب هدول نأخذ هدول قبل هاي الرواتب وبعدين نأخذ ايجار مباشر هيو هاي ايجار مباشر ها هاي رواتب زي ما هو في المثال بتجيب بس بتحط نحط هنا بدنا شغل المصاريف العمية والإهلاك هاي قسمناها هاي المصاريف العمية قسمناها هاي تلات تلا... تلاف ضرب اتنين على خمسة تلات تلاف موتين. وهنا أربعة الاف تلاف تمام هاي تلاف هاي الرواتب اسف المصاريف العمية قسمناها 8000 للام ضرب 3 على 5 وميم 8000 ضرب 3 هذا إيه... 2 على 5 و 3 على 5 3200 4800 هي هي بالضبط تمام هي الهلاك كمان الهلاك من هون اجى 3000 و 5000 هي هي 8000 ضرب 3 على 8 و 8000 ضرب 5 على 8 اللي بيطلع عنها بطلع هذا ثلاثة الاف وخمسة الاف اللي ثمان الاف هذا ثمان الاف ضرب تمام ثلاثة على ثمانية وهنا ثمان الاف ضرب خمسة على ثمانية تمام طيب هنا مجمل هين طلعنا ضل هنا مجمل أربعة خسارة غير مجزة هذا بدنا نطلعه كيف بدنا نطلعه هاي بسم الله الرحمن الرحيم أربع خ بدنا الحين أرباح خسائر غير محققة تمام بدنا نقول قبل قبل ما نجيب هذا بدنا نقول تاء زائد خمسين في المية زي ما كل مرة بناخده من وين خمسين في المية تكلفة زائد خمسين في المية هي هي, هي. تكلفة زائد خمسين في المية تكلفة زائد خمسين في المية هي تا زائد خمسين في المية مية في المية طبعا تكلفة دائما القانون ثابت زائد خمسين في المية مية وخمسين في المية اللي هي هذه اللي هي هذه طيب أرباح غير محولة هي بضاعة آخر مدة اللي هي في المثال هي بضاعة آخر مدة بضاعة آخر المدة هي. المحولة ألفين وأربعمية ها ضرب نسبة الربح على سعر التقديري هذا هو بسموه السعر التقديري المية وخمسين في المية نسبة الربح خمسين على مية وخمسين في المية بطلع تمن مية بدنا نقول الآن الجديد ناقص القديم هنا غلطانين في الكتاب هذا قبل هذا وهذا قبل هذا يبقى تمن مية قبل تطرح تمن مية ناقص الفين مش الفين ناقص مية في خطأ تمن مية ناقص الفين تمام اللي هو تمن مية اللي طلعناه الفين من وين هذا المخصص الجديد اللي هو مية مخصص أربعة غير محقق تمنمية طب القديم من وين هذا هيو؟ هي مخصص أربعة غير محققة اول مدة هو قديم الفين واربعمية يبقى ناقص الفين واربعمية بيطلع قديش الف بنعمل فيه القيد طبعا بطلع بالموجب يبقى تمنمية ناقص اسف بالسالب اسف تمنمية ناقص الفين واربعمية بالسالب 1600 اذا من ارباح خسائر الى من مخصص ارباح غير محقق الى ارباح خسائر مجزة ها من لو موجب هذا هنا وهذا هنا العكس لكن هذا عشان سالب من مخصص ارباح غير محقق الى ارباح خسائر مجزة طب ها بدنا نروح للقيد وين راح هنا من هاي هاي الارباح خسائر هاي 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 بروح هنا لميم خلي بالكم قسم المحول إلى ميم هاي المبلغ تمام راح ألقي الترحيل عادي بعدين أجمع أجمع هذا وهذا النيات الأكبر هذا اللي هو واحد ألف ستمية بنحط في الجنبين هذا أكبر من هذا طلع طيب واحد ألف ستمية ناقص هدول كله هي بطلع اتناشر ألف ومتين بطلع هذا طيب أجمع هذا مع هذا تمانية وأربعين ألف تمانية وأربعين ألف ثمانية وأربعين ألف ناقص دول بطلع قديش ليه واحد وثلاثين ألف اللي هو هذا مجمل الربح, الربح. الربح اللي هو صافي الربح صافي ربح اللي هو أربعة خسارة وين بدرو أربعة خسارة عام يترحل هاي شوفوا هاي وين راح هاي شوفوا هايو هاي هذا بتجمعه طبعا لأنه حين صار عام تجمع القسم لاومي مع بعض هذا 45200 عباره عن هدول عباره عن 45200 هذا هذا عباره عن هدول اللي هي 14200 ب 31000 14200 32000 بطلع 45200 نجمع تمام ارباح وخسائر مجزه الان بدنا ايش بدنا اهلاك اهلاك شهرة المحل واهتلاك مصاريف التأسيس هذا يا جماعة وإيرادات أو أوراق مالية وعقارات هذا زي ما هو هي في المثال بس حط المصروف في المصروف والإيراد في الإيراد المصروف هذا جنب المصروف هذا جنب الإيرادات دائما في وخسارة جنب المصروف وجنب الإيرادات هي في المثال وهي عناصر غير قابلة للتوزيع أو عناصر أو مصروفات غير قابلة للتوزيع عناصر غير قابلة التوزيع هي. أو إيرادات مصروفات وإيرادات غير قابلة للتوزيع اللي هي هذه بتروح دائما غير قابلة للتوزيع أرباح وخسائر عام القابلة للتوزيع المجزأ أرباح وخسائر مجزأ هاي عندك اهتلاك شهرة المحل ألف 11200 هذا مصروف عندك 4800 اهتلاك مصروفات تأسيس مصروف عندك 6400 أرباح هنا إيرادات 9600 إيراد عقار هذا في جنب الإيراد وفي جنب المصروف لو إهلاك الشهرة مصروف في جنب المصروف وهلاك مصروف التأسيس مصروف لكن أرباح إيراد وإيرادات عقار إيراد هاي هاي مصروف التأسيس اهتلاك شهرة المحل ها آه. واهتلاك مصروف التأسيس هذا مصروف تمام ايش الإيراد؟ أرباح خسائر مجزأ وأرباح خسائر آه آسف إيش الإيراد؟ أوراق مالية و إيرادات عقار أو عقارات، إيرادات عقارات وأوراق ورقم ماليه هذا إيراد وهذا مصروف، تجمع هذا وتجمع هذا، نجمع هذا الأكبر، هذا الأكبر اللي هو واحد وستين ألف متين وستين ألف متين من هدول الشيئين هدول بيطلع هذا اللي هو خمسة وأربعين ألف متين صافي ربح المشروع، هذا طلع زيادة خلي بالكو صدفة، صدفة. أما مش مش شو هذا مش شو نفسه لا صدفة نفس بعض لكن هو مش نا... بيطلع نفس بعض دائما يعني اجمع هذا هيو واحد وستين. ستين ألف متين ألف ومتين. من هدول بطلع خمسة وأربعين ألف ومتين تمام بتعمل قيد بالمبلغ هذا لو بتقول من أربع خسائر عام إلى رأس المال لأنه هذا ربح ومن نضيف الربح صفر ربح لرأس المال وبدنا نضيف الربح هذا رأس المال هاي المبلغ تمام هاي حساب الميزانيه العمية بضاعة اخر مدة لميم لميم ولام هاي من المسائل هاي ميم ولام هاي هاي المتاجرة هاي هاي ميم ولام مي. هاي بضاعة اخر مدة ميم ولام ثلاثة الاف ومتين اربعة الاف وثمانمية هاي في المتاجر من المتاجرة بنجيبه اربعة الاف وثمانمية لام ثلاثة الاف وميتين ميم ايش المخصص ارباح غير محققه اللي هو الجديد اللي طلع معنا ال 800 اللي هو هي هي ال 800 هي ال 800 بتنقص منه اذا بتقول 3200 ناقص 800 تمام بيطلع 2400 بتجمعهم لو بدك تجمعهم مع بعض هذا ما هذا مش مشكله هيك لو حطيته هيك ممتاز